بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، التواصل مستمر ويستمر، وشوطنا بنقول العاشر ولا التاسع خصص الإبكار المحليات الأصايل بهذه الشعارات الحاضرة، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للإخوة المشاركين الحاضرين في هذا العالم الجميل، هذا العالم المميز. ونذهب دائما بصدارة هذا الشوط المركز الأول هناك، اللي هي مودة لسعيد بن مطوع بن حي الجسبي، النقلة على طرفاشة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وثلاث المراكز سمرغند محمد بن عبد الله بن راشد بن حليس الجسبي، وفي المركز الرابع هناك وصلت من حافل حمد أو خالد بن حمد بن راشد النعيمي، والفاتنة سادسا لعبد الله بن ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي. ما شاء الله، حاضر هذا الكابتن الصغير. وعلى سادس المراكز هناك من الجانب الآخر طرب يعني بن عبيد بن سالم بن علي الراشدي، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع وصول في هذه اللحظات الجميلة سابع مراكز هناك اللي هي إيمان سالم سعيد بن حضيري بن الشبي، وفي المركز التاسع سمحة لعبد الله بن مصبح بن عيسى الرشيدي، وتاسع المراكز هناك ديرة ومحمد بن مطر بن سعيد بن راشد المزروعي، وفي المركز العاشر عند اللجنة. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا، هكذا أيها الإخوة كان الوصف التفصيلي للعشرة المراكز الأولى، ذعناها عليكم بالوفا والتباب. ما شاء الله، أشوف التغيير اللي طرى وجرى على المركز الأول، اللي طرى على مقدمة هذا الشوط. يا أبو ثاني يا أبو ثاني يا أبو ثاني، مش غريب عليك، مش غريب عليك يا عبد الله، هذا الموقع وهذا المقر وهذا المكان وهذا المستوى. عبد الله بن ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي، ما شاء الله، يا سلام يا سلام، تبارك الرحمن تبارك الرحمن. انفراد جميل، انفراد مميز. خلها أخر عنها محمد حسين، لا تقرب منها مرة، خلها تنبسط على المركز الأول. المركز الثاني سمرغند لمحمد عبد الله براس بن حليس الشبيل، المركز الثالث طرفاشة خليفة بن عبيد بن خليفة الحبيري، ورابع المراكز شوي بعيد عني اللي في المركز الرابع هناك اللي هي مودة، في رابع المراكز سعيد بن مطوع بن حي الشبيل، وفي خامس المراكز إيمان سالم سعيد بن حضينة، وسادس المراكز وصلت في هذه اللحظات طرب لعلي بن عبيد بن سالم بن علي الراشدي، وفي المركز السابع هناك سمحة لعبد الله بن مصبح بن عيسى الرشيدي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. الله، غادرنا لوحة 2 كيلومترات، غادرنا لوحة 2 كيلومترات أيها الإخوة، يعني ما بقى من الكثير إلا شيء قليل، ما بقى من الكثير يا عبد الله إلا شيء كثير. لا تقدم، أخر شوية محمد حسين، خلك عند الثاني، لا تقرب منها، لا تقرب. تورو بيتشي جاو يا محمد. الله، الفاتنة عبد الله بن ثاني بن علي حميد الرزي الشامسي، يا الله يا الله يا الله يا الله. سمرقند ثاني المراكز محمد عبد الله بن راشد بن حليس الاجتماعي، المركز الثالث طرفاشة خليفة بن عبيد بن خليفة الحبيري. التواصل مستمر أيها الإخوة، الانطلاق مستمر أيها الجمهور، والأصالة تتجدد في شرايين الأصايل أيها الإخوة. نتمنى كل التوفيق. شوف 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 يسوي الرزي، يلعب على أرضية وساحة ميدانه، مش جديد مش غريب أيها الإخوة بينها تنتزع المركز الأول، متعودة على اليبايل، متعودة على المركز الأول. ولكن أشوف بن حليس بدأ يكلم، بن حليس بدأ يتكلم باللغة السرية مع سمرغند محمد عبد الله بن راشد بن حليس الاجتبي، والحميري صاحب الميدان خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، المركز الثالث شوي بعيد عن إيمان سالم سعيد بن حضينة الاجتبي، المركز الرابع أيها الإخوة هناك اللي في المركز الرابع مستمعين الأعزاء شوي بعيد عنا، في مال الله، في حفظ الله، في حفظ الله الماضي القديم عود مع الفاتنة. ما شاء الله، صلوا على ذكر النبي. يا سلام، الله 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 الله، يا سلام، يراعي الفاتنة. قلت لكم وخبرتكم عنها،
وخبرتكم عن ابو حميد وخبرتكم عن الرزي وفعائله الجميلة والمميزة في هذا العالم. الله يقول الشاعر السبوك الله يخليها هناك الفاتنة ظهرت سرعة من اللمة لو العصا سيده يا ثاني ولا تيها يا الرزي روحها في السير مهتمة يعني وعيبتني جلت يديها ولمدحت المدح في حل سعد من يجني شراويها أو سعد من تصبح حلال الله والمعلق نواف يطريها للمعلق نواف يطريها قال السبوك هاي يمله السبوك غنية عن التعريف غنية عن التعريف. الأمور سهالات. الثاني لا يحب إلا المركز الأول، أولا للداعم الرئيسي لهذا الشعار علي بن حميد الرزي، ثانيا لمضمر هذا الشعار ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي، وثالثا لمالك هذه البكرة عبد الله بن ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي. تهانينا والناموس، ما شاء الله منفردة عن بقية المراكز، والتوقيت الأفضل المركز الثاني لعبد الله بن صبح الرشيدي، المركز الثالث لمحمد عبد الله بن راشد بن حليس، المركز الرابع أيها الإخوة للسيد علي بن حميد الراشدي، وإيمان خامس المراكز، وتعود ملكية سالم بن سعيد بن حضير الاشتبي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا، كان الوصف التفصيلي 6 دقائق ثانيتين عبد الله بن ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي، والتوقيت الأفضل.